مرحبا بكم طلاب الصف التاسع الأساسي، سنقوم اليوم بشرح درس جديد من دروس القواعد العربية. هذا الدرس بعنوان المفعول فيه، وهو موجود في الصفحة 109 من كتاب القواعد. أما التطبيقات فهي موجودة في الصفحة 35 من دفتر 80. نبدأ أولا بالتعريف بالمفعول فيه، فلنلاحظ هذه الجمل: لا نودع عاما إلا لنستقبل آخر غدا. يقف الناس أمام المحلات التجارية، يتمنى الناس لبعضهم عاما سعيدا ليلة رأس السنة. هنا إذا أردنا أن نتحدث عن المثال الأول، فلنلاحظ الكلمة الملونة غدا، وأيضا في المثال الثاني أمام، وفي المثال الثالث ليلة. لاحظوا في المثال الأول، متى نودع أو متى يتم استقبال العام الجديد؟ متى؟ في أي وقت؟ غدا. إذن هنا متى نستقبل العام؟ نستقبله غدا. كلمة غدا على ماذا تدل؟ ألا تدل على زمان؟ على زمان استقبال العام الجديد. في أي وقت نستقبله؟ نستقبله غدا. طيب، في المثال الثاني يقف الناس أمام المحلات التجارية. كلمة أمام ألا تدل على مكان حصول الفعل؟ يعني أين يقف الناس أمام؟ إذن كلمة أمام تدل على المكان، أمام المحلات التجارية، أمام المحلات، المحلات يعني مكان، في مكان معين أمام هذه المحلات. إذن هنا هذه الكلمة تدل على مكان. أيضا في الجملة الثالثة، يتمنى الناس لبعضهم عاما سعيدا ليلة رأس السنة. أيضا هنا متى يتمنى الناس لبعضهم عاما سعيدا؟ ليلة رأس السنة. كلمة ليلة أيضا هنا تدل على ماذا؟ تدل على زمان. إذن لدينا هنا كلمات تدل على مكان، أو كلمة تدل على مكان، وكلمتان تدلان على زمان. طيب، سؤال آخر، هل يمكننا أن نضع قبل هذه الكلمات الدالة على زمان ومكان حرف الجر في؟ يعني ألا يمكن أن نقول لا نودع عاما إلا لنستقبل آخر في الغد مثلا، أو يقف الناس هنا في الجملة الثالثة، يتمنى الناس لبعضهم عاما سعيدا في ليلة رأس السنة. إذن في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية يمكننا أن نضع حرف الجر في قبل هذه الجملة التي أو هاتين الجملتين اللتين تدلان على زمان. إذن ماذا نسمي هذه الكلمات التي تدل على زمان وعلى مكان والتي تكون بمعنى فيه؟ يعني أي تصبح، يمكن أن تسبق بفيه. ماذا نسميها؟ نسمي هذه الكلمات مفعولا فيها، أو ما يعرف بالمفعول فيه. إذن ما هو المفعول فيه؟ المفعول فيه هو ما دل على ظرف الزمان أو ظرف المكان. نلاحظ أيضا كيف جاء هذا المفعول فيه في كل الأمثلة: غدا، ليلة، وأمام. جاء في حالة
نصب كما نلاحظ. إذن في حالة نصب ماذا نستنتج؟ نستنتج ما يلي: المفعول فيه أو الظرف اسم منصوب متمم لجملته. ما معنى متمم للجملة؟ هو ليس ركنا أساسيا من أركان الجملة، يدل على الزمان أو المكان الذي يحدث فيه الفعل، ويتضمن معنى حرف الجر فيه، وهو نوعان: ظرف زمان يدل على الزمن أو الوقت الذي يحدث أو حدث فيه الفعل، نحو نستقبل غدا عاما جديدا. ما المقصود هنا يتضمن معنى في؟ يعني يمكن أن نقول في الجملة نستقبل في الغد عاما جديدا، لذلك يسمى مفعولا فيه. أو ظرف مكان يدل على المكان الذي حدث فيه الفعل، نحو يقف الناس أمام المحلات التجارية. طبعا هنا أيضا بنفس المبدأ الذي تحدثنا فيه عن ظرف الزمان. ننتقل الآن للحديث عن أقسام الظروف. فلنلاحظ هذه الجمل: لا نودع اليوم عاما إلا لنستقبله غدا، نقصد الشوارع حيث المحلات التجارية، نطوي الأيام دائما كما يطوي الطفل صفحات كتابه. هنا كالعادة نلاحظ أن الكلمات الملونة اليوم وغدا تدل على زمان، الشوارع أيضا وحيث تدل هذه هاتان الكلمتان على المكان، دائما على الزمان. طيب إذا لاحظنا كلمة لفظا أو لفظة وقتا بالنسبة للجملة الأولى، يعني غدا أو اليوم، هاتان الكلمتان هل دلتا على وقت محدد ومعروف؟ بالتأكيد نعم، هما تدلان على مكان على وقت محدد، اليوم وغدا. طيب إذا تحدثنا عن الجملة الثانية عندما نقول الشوارع، هل هذه الكلمة التي تدل على مكان، هل هي تدل على مكان واضح أم مكان غير واضح؟ أيضا كلمة دائما هل تدل على زمن محدود أو محدد بدقة، أم هذا الزمن ليس محددا بدقة؟ نلاحظ أن كلمة وقتا تدل على زمان غير محدد بدقة. ماذا نستنتج من خلال هذا الكلام؟ أن هناك نوعان من الظروف. النوع الأول يسمى الظروف المبهمة. الظروف المبهمة أو الظروف المبهمة هي التي تدل على زمان ولكن هذا الزمان ليس محددا، ولكن هذا الزمان لا يكون محددا بدقة، هو يدل على زمان ولكنه لا يدل عليه بشكل دقيق ومحدد. والنوع الثاني من الظروف يسمى الظروف المحدودة. ما معنى المحدودة؟ الظروف المحدودة هي التي تدل على وقت أو على مكان محدد، يعني على وقت، دقيقة، ساعة، يوم، ليلة، أسبوع، شهر، هذه الكلمات تدل على زمان محدد، أو بيت، شارع، حديقة، كل هذه الكلمات تدل على مكان محدد، فتسمى الظروف المحدودة. يعني المحدودة هي الظروف التي
تدل على زمان أو مكان محدد. أما الظروف المبهمة فهي التي تدل على مكان أو زمان غير محددين. أما بالنسبة لإعراب ظرف الزمان، ظرف الزمان قلنا يكون مبهما أو يكون محدودا. ظرف الزمان المحدود يكون معربا، يعني ما معنى معربا؟ يعني نقول عنه ظرف زمان منصوب وعلامة مفعول فيه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، إذا كان جوابا لمتى أو كم الاستفهاميتين. يعني مثلا نستقبل غدا العام الجديد، متى نستقبل العام الجديد؟ غدا. هنا نلاحظ في هذه الجملة أن الظرف كان جوابا لسؤال متى. أما إذا كان ليس جوابا لمتى أو كم، فيعرب كأي اسم بحسب موقعه في الجملة. يعني قد يكون مبتدأ، قد يكون فاعلا، قد يكون خبرا مفعولا به، مجرورا، منادى. إذا القاعدة في تحديد إذا كان ظرف الزمان منصوبا أن يكون محدودا وجوابا لمتى أو كم، وهذا ما سنراه في الاستنتاج التالي. أولا، الظروف قسمان: ظروف أو الظروف المبهمة تدل على زمان مبهم. ما معنى زمان مبهم؟ زمان مبهم يعني زمان غير محدد، يعني يدل على زمن ولكنه غير محدد بدقة، أو مكان مبهم أمام، فوق، حيث. أيضا هذه الأماكن غير محددة بدقة. أما الظروف المحدودة تدل على زمن واضح ومحدود بوقته ومقداره، يعني دقيقة، ساعة، يوم، ليلة، أسبوع، شهر، هذه الظروف محددة. أو مكان محدود معين بمكانه وموقعه، بيت، شارع، حديقة. أو مسافة معلومة، متر، متر، ميل، ذراع. قلنا أيضا، هذا ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، يكون ظرف الزمان المحدود منصوبا إذا وقع جوابا لمتى أو كم. يعني نقول عن هذه الكلمة أنها ظرف زمان منصوب إذا كانت جوابا لمتى أو كم. أما إذا لم تكن جوابا لمتى أو كم فتعرب كأي اسم آخر بحسب موقعها في الجملة. فنلاحظ هنا قد تأتي فاعلا: انقضى العام. فكلمة العام هنا ليست جوابا لمتى، لا ولا لكم. هل يمكنني أن أقول متى انقضى العام؟ وهل هناك جواب؟ الظرف هنا ليس جوابا، كلمة العام ليست جوابا لمتى أو كم. أو مبتدأ: العام الجديد يحقق الأمنيات. أو خبرا للمبتدأ أو للأفعال للحرف المشبه بالفعل، هنا إنه عام، هنا عام خبر للحرف المشبه بالفعل إن. أيضا قد يأتي مفعولا به نحو ننتظر العام الجديد. ماذا ننتظر العام؟ نلاحظ إذا طرحنا السؤال متى ننتظر لا يكون الجواب العام، أو كم ننتظر لا يكون الجواب هو العام. أيضا يمكن أن يكون مجرورا بالإضافة: كلام الليل يمحوه النهار. أيضا الليل هنا اسم أو مضاف إليه، هنا يكون مجرورا بالإضافة، يعني هون مضافا إليه. نكمل الحديث هنا عن الظروف المعربة والظروف المبنية. كنا قد تحدثنا قبل قليل عن ظرف الزمان المحدود الذي يكون منصوبا إذا كان جوابا لمتى أو كم. طبعا بالنسبة للظروف هنا إذا لاحظنا يقف الناس أمام المحلات التجارية. أمام طبعا ظرف مكان، عد إلى حيث كنت أمس. هنا حيث ظرف مكان وأمس ظرف زمان. يحاول الناس تصويب أخطائهم حينا بعد حين.
نلاحظ هنا كلمة أمام، ما علامة نصبها؟ هل الفتحة، قلنا نحن أن المفعول فيه أو الظرف في المكان أو الزمان يكون منصوبا عادة، هنا هل حركة الفتح موجودة هنا فوق هذا الظرف؟ هي بالتأكيد موجودة، فكيف يعرب هذا الظرف؟ نقول عنه ظرف مكان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عندما يكون منصوبا ونقول عنه منصوبا، معنى ذلك أنه جاء معربا، أنه جاء معربا، لأن النصب من علامات الإعراب. عد إلى حيث كنت أمس. هنا لفظة حيث تدل على ماذا؟ على مكان. طيب، حيث أينما مرت وفي أي مكان، هل يمكن أن تتغير حركة آخرها؟ حيث، هل يمكننا أن نقول من حيث أو من حيث؟ لا يمكن ذلك. إذن أيضا كلمة أمس هي من ظروف الزمان، هل يمكننا أن أو يمكنها أن ترد في مكان ما، أمس أو أمسى؟ بالتأكيد لا. إذن هذه الكلمات تلزم حالة واحدة، فماذا نقول عنها؟ نقول عنها بأنها مبنية. نحن نعرف أن الأشياء المبنية هي التي لا تتغير حركة آخرها بتغير ما يسبقها، يعني تبقى أو تلزم حالة واحدة في كل الحالات، يعني في كل الجمل. إذن هنا ماذا نقول؟ حيث ظرف مكان، أو عفوا هنا حيث، إذا نقول ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه، يعني موقعه في محل نصب مفعول فيه. واضح، لأن المفعول فيه في الأصل يكون معربا، يكون منصوبا، ولكن في هذه الحالات النصب غير ممكن هنا، فنقول مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه. أيضا أمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه. وكلمة أمس طبعا هي من الظروف المحدودة، قلنا نحن أن الظروف المحدودة إذا وقعت جوابا لمتى أيضا تكون معربة، ولكن هنا في هذه الحالة لا تكون معربة لأن حركتها لا تتغير بتغير موقعها في الجملة. فلنلاحظ هنا الجملة الأخيرة، يحاول الناس تصويب أخطائهم حينا بعد حين. نلاحظ الظرف حينا أيضا تدل على وقت، هل هذه الكلمة أو هذا الظرف معرب أم مبني؟ نلاحظ حينا كانت حركته الفتحة، وحين كانت حركة هذا الظرف الكسرة. إذا هذا الظرف تتغير حركة إعرابه، إذا هنا هو معرب وليس مبنيا، يعني يعرب نقول عنه ظرف زمان مفعول فيه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا الخلاصة التي نريد أن نصل إليها نقرأها تاليا. هنا القاعدة تقول أن الظروف نوعان، ظروف معربة منصوبة على الظرفية، وقفت أمام واجهات المتاجر يصوب الناس أخطاءهم حينا بعد حين. نلاحظ أن الظروف المعربة تكون علامة الإعراب الفتحة ظاهرة على هذه الظروف. هنا أمام ظرف مكان مفعول فيه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحين بنفس الطريقة. أما الظروف المبنية فقد تكون مبنية على حركة ظاهرة أو مقدرة لا تتغير. ما هو الشيء المبني؟
لا تتغير حركته مهما كان موقعه في الجملة، ولكن يتغير محله من الإعراب. ماذا نقول عن هذه الظروف؟ مبنية على الحركة الموجودة عليها، ولكنها واقعة في محل نصب مفعول فيه. طبعا علينا أن ننتبه إلى هذه الكلمات: إذ، ريثما، أو الظروف، قط، إذا، أمسي، بين، بينما، أيان، أن، حيث. نلاحظ أن كل هذه الظروف هي مبنية. لماذا؟ أينما وقعت في الجملة تقع بنفس الطريقة ولا تتغير حركتها. وهناك ظروف مركبة للزمان طبعا، مبنية على فتح الجزئين، يعني ما تأتي مع بعضها كليل نهار، صباح مساء، وما إلى ذلك. هنا نوع الظروف التي نتحدث عنها المعربة أو المبنية: تقبل الجر بحروف الجر، من، إلى، حتى، بعد، قبل، عند، فوق، تحت. هذه الظروف تقبل حرف الجر، دخول حرف الجر عليها، نحو: اختر من بين أصدقائك الصالح، ليس لي إلا وطني، من قبل ومن بعد، لم يكن الناس قد سمعوا بالخبر بعد. نلاحظ هنا أن هذه الظروف تقبل حرف الجر، ولكنها أيضا لا تتغير، تبقى محافظة على نفس الحركة. بالإجمال فلنستفد من هذه الفائدة: الظروف معربة ما عدا بعض الألفاظ المحدودة، يعني الظروف بمعظمها معربة، ولكن هناك ألفاظ تكون مبنية كهذه الألفاظ: إذ، إذا، أمسي، أن، أيان، أين، بعد، بين، بينما، ثم، حيث، حيثما، ريثما، إلى آخره. هذه الألفاظ تكون مبنية. ونلاحظ أن الألفاظ المبنية أصلا، يعني أينما وضعناها لا تتغير، لذلك لا تتغير حركتها، لذلك نقول عنها بأنها مبنية. هذا كل ما لدينا بالنسبة لهذا الدرس، سنكتفي بما قلناه، وأتمنى أن يكون الشرح واضحا وكافيا بالنسبة لكم، وشكرا.